بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في مختبري. مثل ما تلاحظون هذه العينة عبارة عن أحد النباتات التي درستها في السابق تحت المجهر، وهذه نوع من أنواع النباتات التي أخذتها في فصل الشتاء. يعني تكثر هذه النباتات في فصل الشتاء بسبب يعني تكيفها على برودة معينة خاصة فيها. مثل ما تلاحظون هذا شكل النبات، عبارة عن أوراق طويلة جدا وقد تصل طولها إلى 70 سنتيمتر. مثل ما تلاحظون طبعا قصصتها ودرست الميكروبات أو الطفيليات المتواجدة في العينة. طبعا لقيت بكتيريا وفطريات ومخلوقات أخرى مثل الديدان المجهرية، ممكن تلقون فصائل كثيرة جدا من الفطريات بسبب التليف النسيجي اللي حاصل متواجد في هذا الجزء. ممكن تلقون مخلوقات كثيرة جدا في النباتات. مثل ما تلاحظون هذا شكله، طبعا تم تشريحها تحت المجهر، المجاهر المتواجدة هنا، ودراسة الطبقات العلوية للعينة. يعني ممكن تلقون أيضا فيروسات، عشان كذا لازم نكون حذرين في التعامل مع تشريح النباتات، لأنها يمكن تحتوي على طفيليات أو بيض ديدان أو غيرها ممكن تنتقل لنا. أيضا بيض الحشرات ممكن تكون موجودة في فوق الأنسجة العلوية، راح تلقون أيضا كثير حشرات مجهرية. أيضا أحاد الخلية ممكن يعيش فيها، وميكروبات كثيرة جدا وطفيليات كثيرة لا تعد ولا تحصى. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وأنا أدعو الباحثين بدراسة علم الأمراض والميكروبات والطفيليات المتواجدة داخل النباتات. ممكن تحصلون ميكروبات جديدة أو يعني تفيدنا في المستقبل، وإن شاء الله نشوفكم في درس جديد.